الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس وسط تأكيدات على أن حفر القناة الجديدة والتطوير المستمر عززا من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فصل محطة زابوريجيا النووية عن آخر خط يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية. الولايات المتحدة تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان، وبكين تدعو واشنطن لإلغاء الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة القناة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عززا من قدرة القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022. وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولات الضخمة. كما عرض السيد الرئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها. كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدعيمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصة خدمة التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمة انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر والفرقات الجلالة مع المدمرة الأمريكية USS ديلبرت دي بلاك. تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة والتي تركزت على التدريب على تبادل المواقف العملياتية بمسرح العمليات البحري والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية. يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحريات الأمريكية والتي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة، مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، حيث أسفرت خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 49,871 قضية تموينية متنوعة، من بينها 267 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 47,216 اسطوانة، وضبط 132 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,529,400 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 800 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 1,526 طن سلع مدعمة، وضبط 31 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 1,036 طن، كما تم ضبط 13,019 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبوطات قاربت 2,321.5 طن سلع غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط 19,978 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 735 طن، إضافة إلى ضبط 12 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات قاربت 154 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4,169,991 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,238,934 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,260 من قائدي المركبات. تبين إيجابية عدد 759 سائقا منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 638 مركبة وتبين مخالفة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 1503 سيارة و222 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 41,093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 4,963 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 6,346 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 14,481 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 15,263 مخالفة ملصقات وضبط 182 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 375,657 قضية ومخالفة
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 320 مليون و136 ألفا و778 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1291 قضية، من بينها 662 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 629 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 127 قضية بقيمة مالية بلغت 277 مليون و636 ألفا و300 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 8005 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليار و425 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 25 مليون و829 ألفا و732 جنيها. كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 18 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. كما تم ضبط قرابة 89 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفيما يتعلق بمجال قضايا المخابز، تم ضبط 723 قضية، من بينها 138 قضية خبز ناقص للوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يستضيف مجلس النواب أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يعقد اعتبارا من الغد وحتى الخامس من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية. كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر تتناول موضوع اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية. وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، أقر رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده لا تمتلك أسلحة ودعما كافيا لتحقيق نصر استراتيجي على روسيا. وحذر الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي من تداعيات ما يحدث في أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن تقلق أوروبا من ضعف بلاده، وأضاف أن روسيا لن تكتفي بأوكرانيا فقط، لكنها ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول البلطيق. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم فصل محطة زابوريجيا النووية عن آخر خط يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية. أوضحت الوكالة في بيان لها أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت اتصالها بآخر خط كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها بالشبكة، لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خط احتياطي.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية شنت هجوما يهدف للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأوضحت الوزارة أن قواتها أحبطت الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات مقاتلة، مما أدى إلى تدمير 20 سفينة أوكرانية وتفرق باقي السفن الأخرى. كما اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة تنفيذ إنزال على محطة زابوريجيا النووية رغم وجود بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جراسي أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن زيادة وزيارة بعثة الوكالة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الثلاثاء المقبل. أضاف جراسي أن الوكالة تحاول تقديم تقييم متعمق للوضع في زابوريجيا، موضحا أن التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن سيلخص الاستنتاجات وما يدور في زابوريجيا. كما لفت إلى وجود وضع فريد وغير مسبوق في المحطة، محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية. في شأن آخر، أعربت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تمكن وفدها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الجاري. وفي رسالة وجهتها روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينينزيا إن الممثلين الروس البالغ عددهم 56 لم يتلقوا أي تأشيرة دخول للولايات المتحدة قبل أسبوع من الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة الأممية، مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين. أعلنت ألمانيا أن وضع الغاز في البلاد آمن حاليا لكنه غير مستقر وقد يتفاقم. كما أوضحت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا أنه لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التدهور في إمدادات الغاز خلال الفترة القادمة، وذلك مع تمديد شركة غاز بروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. هذا وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب الذي كان مقررا اليوم السبت بزعم وجود تسرب للنفط في محرك أثناء الصيانة. أضافت الشركة الألمانية أن هذا ليس بالسبب الفني لوقف تدفقات الغاز. قالت رئيسة وزراء السويد إن حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطيرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي، مشددة على أن دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق قد تواجه اضطرابات خطيرة حال عدم مواجهة الأمر. وأعلنت رئيسة الوزراء أنها ستقدم ضمانات مالية لشركات طاقات دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق تصل قيمتها لمليارات الدولارات من أجل محاولة تجنب أزمة مالية قد تتسبب بها أزمة الطاقة في أوروبا، مشيرة إلى أن الأسر السويدية والشركات ستتأثر بتداعيات أزمة الطاقة خصوصا في جنوب السويد المرتبط بأسعار الكهرباء في ألمانيا والتي تعتمد بدورها كثيرا على الغاز الروسي. وأشارت الحكومة إلى أن القرار سيضمن الاستقرار المالي ليس فقط في السويد بل أيضا في منطقة الشمال الأوروبي كلها. And the contents of this new support package corresponds to requests from your side and will complement donations made by وإلى هذا، أعرب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني عن استعداد الاتحاد الأوروبي بشكل جيد في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة. أكد جنتيلوني جاهزية التكتل لمقاومة استخدام روسيا المفرط
لسلاح الغاز. وجاء هذا ردا على قرار مجموعة الدول السبع الذي يتمثل في استهداف مكاسب الطاقة التي تحصل عليها روسيا، وذلك عبر الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط. خلق الأزمات مصطلح جديد تشهده الأزمة الأوكرانية بأطرافها المتعددة، فكما وجدت أوروبا في العقوبات الاقتصادية على موسكو السبيل الأمثل لمواجهة عملياتها العسكرية على أوكرانيا، وجدت موسكو أن سياسة المنع هي السبيل الأمثل لإجبار الأطراف الأوروبية على التراجع، خاصة في ملف تصدير الغاز الذي يعد العنصر الأهم للاقتصاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. آخر حلقات التصعيد بين المعسكر الروسي والأوروبي جاء بإعلان شركة غازبروم الروسية إغلاق خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن التوقف جاء بسبب وجود أعطال في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا. خطوات خلق الأزمات بدأتها أوروبا واستمرت موسكو في التعامل بها، حيث أعلنت وقف إمدادات الغاز إلى القارة العجوز بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي مساعيه لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي في محاولة منه لمنع الرغبة الروسية في تحقيق مكاسب اقتصادية تكون تعويضا للخسائر التي تكبدها الاقتصاد الروسي جراء العقوبات الأوروبية. ورغم إعلان عدد كبير من الدول الأوروبية تحقيق احتياطيات كبيرة من الغاز وصلت في المتوسط إلى نحو 80%، إلا أن دول أوروبا أصبحت تبحث مع مورد جديد للغاز والتوسع في استخدام المفاعلات النووية من أجل توليد الطاقة، حيث أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية أن عملاق الكهرباء الفرنسي EDF سيستأنف العمل في جميع مفاعلاته النووية بحلول الشتاء لمساعدة الدولة خلال أزمة الطاقة واسعة النطاق والتي تفاقمت جراء الأزمة الأوكرانية. وتحمل روسيا العقوبات الغربية المسؤولية وراء انقطاع إمدادات الغاز، فيما وجهت الدول الأوروبية أصابع الاتهام مرة أخرى إلى موسكو متهمة إياها باستغلال أزمة الطاقة كسلاح في حرب العقوبات الطاحنة بين الجانبين على خلفية الأزمة الأوكرانية، مستبعدة أن تعيد موسكو ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضغط على دول القارة العجوز. قرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك دعوته إلى ترشيد استهلاك الطاقة بسبب قطع روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا. وأوضح الوزير أن ألمانيا تعمل على توفير مخزونات كافية من الغاز وتوسيع الطاقة من مصادر أخرى. وأضاف الوزير الألماني أن الحكومة تهدف إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 20%. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. في الوقت نفسه تدرس الإدارة الأمريكية خطوات تقيد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبكين. في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبكين، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات اقتصادية لتقييد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية، وتأتي قيود الاستثمار المرتقبة في إطار أمر تنفيذي يوقعه بايدن خلال الأشهر المقبلة، مع عزم وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه يجري البيت الأبيض مناقشات مع الكونغرس بشأن مشروع قانون يلزم الشركات الأمريكية بالكشف مسبقا عن استثمارات محتملة في بعض الصناعات الصينية.
ويندرج الأمر التنفيذي ضمن استراتيجية أوسع، حيث إن الولايات المتحدة أوقفت مؤخراً مبيعات أشباه المواصلات إلى الصين وروسيا. الشركات الأمريكية تخضع لتدقيق حكومي متزايد بشأن السلع التي تبيعها للصين التي تمثل أبرز مشتر للرقائق في العالم نتيجة مصانعها للإلكترونيات ومستهلكيها. وفي الشهر الماضي وقع بايدن قانوناً لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين يخصص نحو 52 مليار دولار لدعم البحث والتطوير محلياً لأشباه المواصلات. الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه الصين تشير إلى أن إدارة بايدن مستمرة في اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه بكين من أجل حظر وصول الصين إلى قطاعات كاملة من التكنولوجيا. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا خط الوسط لمضيق تايوان الذي يعد حاجزاً غير رسمي يفصل بين الجانبين. وأضافت الدفاع التايوانية أنها رصدت مجموعة 4 طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان، وذلك فيما تجري الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين، والتي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. تأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة بعد شهر من زيارة رئيسية مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في خطوة أثارت غضب بكين، والتي أطلقت إثر زيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة. في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان. بحسب وزارة الخارجية، فإن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الصفقة مع تايبيه، وهي تشمل 60 صاروخاً من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية بنحو 355 مليون دولار، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر، وهو قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، إلى جانب عقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا. وبعد الإعلان عن الصفقة، خرجت الصين لتصدر تصريحا على لسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، داعية الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لتلك الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة. المسؤول الصيني أكد أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان ستؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. في المقابل، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة. ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، إذ أن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة معكم، وفيها المملكة المتحدة توافق على استخدام لقاح فايزر الجديد المضاد لأوميكرون.
أعلنت هيئة الأدوية في بريطانيا الموافقة على جيل جديد من لقاح كورونا، تتجه شركة فايزر بايونتيك ويستهدف المتحور أوميكرون. وتتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معززة ثنائية التكافؤ تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحور أوميكرون. ووافقت الهيئة على استخدام هذا اللقاح في جرعات معززة لمن هم في سن 12 عاما وما فوق. وكانت الهيئة قد وافقت الشهر الماضي على لقاح ثنائي التكافؤ مماثل من مودرنا لتصبح أول دولة تفعل ذلك. قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة لتجنب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، حيث حثت المفوضية الدول الأعضاء على تسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس وتتبع حالات الإصابة للاستجابة لتفشي العدوى بطريقة سريعة ومستدامة. يأتي ذلك عقب تحذير وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من أن متحورات جديدة كليا من الفيروس قد تظهر هذا الشتاء. مع قرب حلول فصل الشتاء وعودة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للظهور بشكل أكبر، قالت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي إن متحورات جديدة كليا من الفيروس قد تظهر هذا الشتاء، وذلك في ظل استعداد دول التكتل لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كورونا. اللقاحات المتوافرة حاليا في دول العالم يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة، وتشمل هذه اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لمتحور أوميكرون الأوسع انتشارا حاليا، وذلك فضلا عن اللقاحات الأصلية التي تم تطويرها لمحاربة الفيروس وفق وكالة الدواء الأوروبية. فالمسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري أكد أنه على المواطنين ألا ينتظروا لقاحا خاصا لمواجهة المتحورات، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكن توقعه اليوم، رغم إعطاء الوكالة موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر بيونتك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة BI.1 القديمة من أوميكرون، في وقت يجرى فيه تطوير لقاحين لمواجهة سلالتي BI.4 و5. كافاليري أوضح أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة أوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة، لافتا إلى الاستمرار في تطعيم عامة الناس باللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهان. أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أعلن عن تسجيل أكثر من 50,000 إصابة يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي. وأوضح الفريق الروسي أنه على مدار الساعات 24 الماضية تم رصد 51,699 إصابة في جميع أنحاء روسيا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ 9 مارس الماضي، وذلك مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا. تتواصل في مصر الاستعدادات التحضيرية لاستضافة المؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمقرر في 24 و25 من سبتمبر الجاري. يتناول المؤتمر عددا من المحاور، منها صور الاجتهاد وضوابطه والمجتهدون ونماذج عصرية ملحة في المجالات المختلفة. أمام ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء، جاء المؤتمر الصحفي التحضيري في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لاجتهاد ضرورة العصر. الحياة فيها مستجدات ومتلاحقات، وسيظل باب الاجتهاد مفتوحا إلى يوم القيامة، وأؤكد أن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالفقه ولا بالاجتهاد قوما دون قوم ولا زمانا دون زمان، فباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة. ومن سعة ومعونة الشريعة الإسلامية التجدد، وأهل العلم يؤكدون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وفي ضوء الحفاظ على الثوابت الشرعية والمقاصد الشرعية، الحاجة إلى الاجتهاد ملحة، لكن أهل الاختصاص أهل الاجتهاد الحقيقيين
من العلماء والفقهاء مع من يستعينون به من ذوي التخصصات الأخرى. مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33 يتناول عددا من المحاور، منها صور الاجتهاد وضوابطه والمجتهدون وإعدادهم ونماذج عصرية ملحة في المجالات المختلفة. لو توقفنا أمام مؤتمر الاجتهاد في هذا العام عند عنوان المؤتمر، الحقيقة أنه عنوان مهم جدا. هذا العنوان بيضم بين جنباته الكثير من العناوين الأخرى والموضوعات والأبحاث التي ذكرها السيد وزير الأوقاف أيضا، أبحاث مهمة جدا في كل المجالات. الحمد لله أنه بدأ العالم من جديد يشعر بأهمية دور مصر في هذا المجال، بدأ العالم يتوفد من جديد مسؤولون وعلماء دين وأيضا كل رجال الدين، كبار رجال الدين في العالم الإسلامي يفيدون من جديد إلى مصر. المؤتمر ينعقد بحضور أكثر من 100 وزير ومفتي وعالم من 55 دولة خلال يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري. يواصل معرض أهل المدارس تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية، ويستمر المعرض حتى 10 سبتمبر الجاري في أرض المعارض بمدينة نصر بتخفيضات تصل لأكثر من 30%. بتخفيضات تصل لأكثر من 30%، يستمر معرض أهل المدارس في تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية. المعرض يستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر أرض المعارض بمدينة نصر. بالعروض اللي احنا عاملينها بتفيد كل الفئات العمرية من أول الأطفال لغاية الناس الكبار. الأسر طبعا دلوقتي اللي عنده ولدين احنا بنقوله تعالى هنعمل لك نظارة ونظارة علينا. كان الاتفاق معانا ان لازم نعمل تخفيض في كل أسعارنا عشان المعرض أهلا بالمدارس. عملنا صابون مخصوص ياخدوه معاهم مثلا في المدرسة عشان الأطفال وان هم يحافظوا على نظافة ايديهم، بالذات ان احنا لسه في كورونا وعايزين نحافظ على التباعد وعايزين نحافظ على صحتنا. في إقبال، يعني كان خميس وجمعة إقبال شديد قوي وكويس جدا، كان زحمة جدا لان احنا عاملين اسعار مخفضه جدا للزباين بتوصل لحد 60%. المعرض يشمل كافه السلع الخاصه بالعام الدراسي من ملابس واحذيه وادوات مكتبيه ودراسيه وملابس رياضيه وغيرها من المنتجات، وذلك وسط اقبال كبير من المواطنين للاستفاده من التخفيضات الموجوده بالمعرض. في ظل الاسعار المرتفعه دلوقتي احنا كلنا كنا محتاجين الفكره دي طبعا، لانها بتسهل علينا اولا وبتحاول تساعدنا في ايجاد ان الاسعار اقل شويه من السوق. الاسعار كويسه والاسعار مناسبه للجميع، والمعارضات تشكيله جميله وتشكيله كبيره جدا متوفره، وصراحه ادينا في المعرض من اول يوم. وفي حاجات حلوه قوي ومتنوعه طبعا، متفاوته، يعني الاسعار متفاوته مش كلها واحده. معارض متتاليه تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه لتوفير كافه الاحتياجات للمواطنين باسعار مناسبه وبجوده عاليه، مع تقديم التسهيلات في مختلف المواسم والمناسبات، وذلك للتخفيف من الاعباء المعيشيه على كاهل المواطنين. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينتي بنها وشبرا الخيمة. قال المحافظ إن إقامة تلك المعارض تستهدف العمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات وتزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد. وجه المحافظ كذلك المسؤولين بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مع التركيز على جودة المنتج. تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها داخل مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء. صرح علمي تفتخر به مصر، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف
واحدة من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها داخل مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء. هي كلية بينية تجمع ما بين العلوم الهندسية والعلوم الأساسية عشان خاطر نقدر ان احنا نطلع طلاب او شباب قادرين ان هم يواجهوا العالم الخارجي بكل تكنولوجياته ومعلوماته. ليه الفضاء؟ لان الفضاء دلوقتي ما بقاش رفاهية، الفضاء أساسي، من لا يملك فضاء بلده لا يملك أرضها. الكلية تضم ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء، قسم اتصالات الفضاء. هذا الصرح العملاق يعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكرة تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم تكنولوجيات الفضاء، وتستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمجاً لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء. توجه الدولة في الفترة دي، يمكن الدولة كلها والشعب كله بقى شايف ان المستقبل التكنولوجيا الحديثة. كنت ثانوية عامة 2020، وكان مجموعي جايب معظم الكليات الهندسية يعتبر، بس انا حبيت احط الكلية بتاعتي رغبة اولى عشان انا بحب المجال ده، وطبعا معظم الناس قالوا لي بلاش عشان الكلية لسه مستقبلها ما نعرفوش والكلية لسه فاتحة جديد. بس اول ما دخلت الكلية الدكاترة قالوا لنا لو بتحبوا المجال ده هتعرفوا تكملوا فيه. يمكن لخريج هذه الكلية الالتحاق بعدة وظائف فورا الانتهاء من دراستهم، أبرزها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وزارة الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي، الملاحة البحرية والجوية، هيئة الطيران المدني، الجامعات ومراكز البحث العلمي، المطارات، قسم علوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، مصانع الإنتاج الحربي، وغيرها من المصانع المدنية مثل مصانع الإلكترونيات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع آية كفوري، إليك آية. شكرا هبة، شكرا زينة، ولا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد المركز العالمي لمجلس الوزراء قوة الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات الماضية وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم. وأشار المركز في تقرير تضمن مجموعة من العروض المعلوماتية إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما وواقعي 6.6% في عام 2021-2022 مقارنة ب 2.9% عام 2013-2014، فضلا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف واستمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة، ما انعكس على نظرة المؤسسة الدولية للاقتصاد المصري. تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 9 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنظم المنتدى وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة. وتمثل النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أهمية خاصة، حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27. في ظل توجيهات الرئيس السيسي تم إنشاء أكبر مشروع استثماري على أرض محافظة أسوان، وحظيت قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة بإنشاء قاعدة صناعية حرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة. تعد قرية الجنينة وشباك التابعة لمركز نصر النوبة واحدة من 44 قرية تبعد عن مدينة أسوان بمسافة 62 كيلومترا،
وحظيت القرية بأكبر مشروع استثماري على أراضيها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء قاعدة صناعية حرفية ستعمل على استثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة من بينها المفروشات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدينية. النهاردة احنا متواجدين في محطة المعالجة، محطة المعالجة اللي بتخدم عندنا المرحلة الأولى للمنطقة الحرفية بالجنينة والشباك. عندنا محطة المعالجة مقامة على مسطح حوالي 1000 متر مسطح، تصرفاتها عندنا 400 متر مكعب في اليوم. مكونات المشروع هنا، المشروع بيتكون من 308 ورشة ومنطقة خدمات مركزية. الورش هنا مسطحاتها تتراوح من 90 ل 180 متر مسطح. التسعين متر عبارة عن 60 متر داخلي زائد رصيف تحميل 30 متر مسطح، ونفس القصة في الورش 180 متر، فهي عبارة عن 150 داخلي زائد 30 متر مسطح ورش تحميل. تضم المنطقة الصناعية 308 وحدات وورشة على مساحة 56 فدانا كمرحلة أولى، تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا و26 وحدة بمساحة 180 مترا مربعا مجهزة بجميع المرافق والخدمات، كما أنها تحتوي على مختلف وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية. احنا دلوقتي بنستقبل المواطنين لتلقي كراسات الشروط. كراسات الشروط دي اللي فيها طبعا كل حاجة الخاصة بالمدينة الصناعية. المدينة الصناعية اللي فيها حوالي 300 وحدة سكنية، منها 182 وحدة منشأة صناعية. وتقع المرحلة الأولى على مساحة نحو 17 فدانا، وبها مبنى إداري ومنفذ للبيع ومعارض متنوعة وكافيتيريا ومطعم ومتجر، إلى جانب شبكات الطرق والصرف والتليفونات. كما توجد محطة للمعالجة الثلاثية للمياه والتي تكلفت حوالي 12 مليونا و600 ألف جنيه، وتستوعب 400 متر مكعب في اليوم، وتم إنشاؤها خصيصا للمنطقة الصناعية. التكلفة الكلية للمشروع بلغت حوالي 800 مليون جنيه، من بينها مساهمة من هيئة التنمية الصناعية بمبلغ 650 مليون جنيه و132 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. الأهالي أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء هذه المنطقة الصناعية لما ستسهم به من توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب بالمحافظة. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية لتسجل 1703 دولارات للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 954 جنيها، ولامس عيار 21 صار وصل اليوم إلى 1112 جنيها، في حين سجل عيار 24 1272 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل صاره اليوم إلى 8896 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بأن أوبك بلس ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في 5 سبتمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كورونا في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق. وارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.7% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولارا وسنتين للبرميل. أيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% ووصل السعر اليوم إلى 86 دولارا 87 سنتا للبرميل. امتدت الارتفاعات للمازوت، وارتفع عالميا بنسبة 1.81% ووصل السعر إلى 3.62 دولارات لكل لتر، في حين وفي المقابل انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 5.14% ووصل السعر إلى 8.78 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان نيبون ستيل عمالقة التصنيع في البلاد من تطبيق زيادات سعرية إضافية هذا العام. وقال نائب الرئيس التنفيذي لنيبون ستيل إن الشركة تطبق زيادات على أسعارها التعاقدية، وذلك من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس، مشيرا إلى أن الشركة ستمرر الزيادة في التكاليف إلى العملاء بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم الكوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الين الياباني.
إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين ودينا فكري إليكم. شكرا لك آية الكفوري. أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة طوارئ في مقاطعة ساسكيو بالولاية عقب اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من السكان وأحراق عدد من المنازل. وقالت المتحدثة باسم أحد المستشفيات بكاليفورنيا إن شخصين نقلا إلى المستشفى، أحدهما في حالة مستقرة والآخر يعاني من حروق متفرقة، فيما أوضحت سلطات الولاية أن رياحا تبلغ سرعتها 35 ميلا في الساعة ساعدت على انتشار الحرائق على مساحة تقدر بنحو 4 أميال مربعة، فيما تم إصدار أوامر بإجلاء حوالي 7500 شخص في إحدى المناطق والعديد من المجتمعات المجاورة لها. سجلت باكستان 57 حالة وفاة جديدة بينهم 25 طفلا جراء الفيضانات الكارثية التي تشهدها البلاد. وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1265 من بينهم 441 طفل. وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عام 2022 أظهر بعض الحقائق القاسية للتغيرات المناخية بالنسبة لباكستان. والآن مع أخبار المنافسات المختلفة. وعودة مرة أخرى إلى آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتابع أخبار الرياضة. تأهلت منى شعبان لاعبة منتخب الكاراتيه لمنافسة ربع نهائي بطولة الدوري العالمي والتي تقام بأذربيجان وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري. وتأهلت منى شعبان بالفوز على لاعبات هونغ كونغ وألمانيا وسويسرا، وبذلك وصل 6 لاعبين إلى ربع نهائي بطولة الدوري العالمي خلال منافسة اليوم. هم كل من فريال أشرف وطه طارق ومنى شعبان وحازم محمد ويوسف بدوي ومحمد رمضان، حيث تضم بعثة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة. نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكواندو في التأهل إلى ربع نهائي منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي تقام بفرنسا بعد التغلب على منافسي لاعب صربيا بنتيجة 2-0 بوزن 80 كيلوغرام. وتشارك مصر في البطولة ب3 لاعبين هم سيف عيسى وأحمد الراوي بالإضافة إلى شهد سامي. وكان منتخب التايكواندو قد شارك في منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب والتي أقيمت ببلغاريا وحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزي وحبيبة وائل علي على الترتيب. تعادل ليفربول أمام مضيف إيفرتون سلبيا في ديربي ميرسيسايد والذي أقيم اليوم على ملعب جودسون بارك، وذلك في افتتاح منافسة الجولة 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وفي إطار نفس الجولة فاز فريق توتنهام على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، وفاز تشيلسي على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، فيما فاز برينفورد على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-2، كما فاز ويلفرهامبتون على ضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف، وأيضا فاز بورنموث على مضيفه نوتنغهام فورست ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل نيوكاسل مع ضيفه كريستال بالاس بدون أهداف، كما أيضا تعادل استون فيلا ومانشستر سيتي بهدف لكل منهما. وإلى الدوري الإسباني، حيث حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 4 من المسابقة. وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للفريق الملكي عند الدقيقة 9 قبل أن يتمكن سيرجيو كانالايس من تسجيل هدف التعادل لصالح الضيوف في الدقيقة 17. أما في الدقيقة 65 خطف النجم البرازيلي رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد، وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.
وفي الدوري الإيطالي حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فيورنتينا مع ضيفه يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتيمو فرانكي في الجولة الخامسة من الكاليتشو. ولحساب نفس الجولة فاز فريق ميلان على نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حقق الهولندي ماكس فيرستابن مركز الانطلاق الأول في سباق الجائزة الكبرى الهولندية والمقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1. وتفوق فيرستابن على تشارلز لوكلير سائق فيراري بفارق 21 جزء من الألف من الثانية، وجاء كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الآخر في المركز الثالث، فيما جاء بطل العالم 7 مرات لويس هاملتون سائق مرسيدس في المركز الرابع. ويدخل فيرستابن سباق الغد وهو يتصدر ترتيب فئة السائقين برصيد 284 نقطة متفوقا على زميله بالفريق سيرجيو بيريز بفارق 93 نقطة وبفارق 98 نقطة أمام لوكلير صاحب المركز الثالث. ونختتم نشرتنا الرياضية بذكرى وفاة جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجهري، والتي تحول اليوم حيث يعد الجهري واحدا من أهم المدربين في تاريخ كرة القدم الوطنية، إذ قاد المنتخب الوطني في الكثير من النجاحات. انتهت جولتنا الرياضية، عودة إلى هبة ودينا إليكم. أشكرك آية. تواصلت فعاليات مهرجان الصقور السنوية في المملكة العربية السعودية في نسخته الرابعة. يثير المهرجان اهتمام محبي الصقور وهو الصيد من جميع أنحاء العالم، حيث اكتسب شهرة واسعة في السنوات الأخيرة. مهرجان مميز من نوعه يقام في السنوات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، إنه مهرجان الصقور الذي تقام هذا العام نسخته الرابعة وتستمر حتى السبت بالعاصمة الرياض. المهرجان يجتمع فيه محبو صيد الطيور والصقور وهواة الصيد من داخل وخارج المملكة، بعد أن جمعهم حبهم للصقور والرغبة في تشارك الأفكار حول أساليب الصيد وتقنياته. طال عمرك صارت الأوروبيين والطيور المنتجين يجونا في بلادنا، وصاروا كل العالم عندنا في تحت مظلة واحدة، وصار الصقار السعودي والصقار الخليجي بشكل عام يجي طال عمرك ويختار الطير اللي يعجبه ويشتري وبأسهل شيء. المنظمون قالوا إن النسخة الرابعة للمعرض شهدت مشاركة صقارين ومربين محليين وعالميين في إطار 25 قسماً على مساحة 100,000 متر مربع. المهرجان يتميز بوجود أكثر من 25 جناحاً خاصة لمحب الصقور والمهتمين بهواية الصيد بالأسلحة والمستلزمات البرية، وزادت المساحة المقام عليها المعرض نظراً للإقبال الكبير عليه من 85,000 متر مربع العام الماضي إلى أكثر من 100,000 متر مربع هذا العام. يتميز هذا الحدث الضخم الكبير بوجود أكثر من 25 جناح خاصة لمحبين الصقور، وكذلك أيضا المهتمين بهواة الصيد بالأسلحة والمستلزمات البرية. فولله الحمد، يعني هذه السنة زادت عدد المساحة بالنسبة للعام الماضي كانت 85,000 متر مربع، بينما هذه السنة زادت إلى أكثر من 100,000 متر مربع.
المعرض الذي شهد زيادة في مبيعات بنادق الصيد يحتفي بموروث السقارة وهواة تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد بها التي تعد هواية لأبناء الجزيرة العربية وترمز للإرث الثقافي الضارب في جذور التاريخ. كما يوفر المهرجان مزادا دوليا لمنصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة صقور العالم. والآن مع أخبار الطقس تقدمها آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتابع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من القاهرة: العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية 31، 24 مطروح 30، 23 بورسعيد 31، 25 والإسماعيلية 35، 24 أيضا، السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 31، 23 طابة 35، 27 شرم الشيخ 39، 29 والغردقة 37، 29 أيضا، الأقصر العظمى 43، الصغرى 28، أسوان 44 والصغرى 29، الوادي الجديد 40، 27 شلاتين 41، 29 وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابع حلان. والآن مشاهدينا نتابع أبرز الأقطار اليوم. نهاية نشرة التاسعة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس وسط تأكيدات على أن حفر القناة الجديدة والتطوير المستمر عززا من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن آخر خط يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية.
الولايات المتحدة تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان، وبكين تدعو واشنطن لإلغاء الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة. وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. ازيك يا دينا؟ ازيك يا هيك؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. انتوا شفتوا التقرير بتاع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة على كشف حساب الاقتصاد المصري ولا لسه؟ لسه شفناه طبعا، تابعناه في النشرة، واكيد انت هتفنده من خلال تقديمك. ادعوكم بقى لمشاهدة التفنيدة دي. يعني انا عايزكم تشوفوا التفنيدة دي كويسة، ترجمة الارقام بتكون هي الاهم بالنسبة لي. بالظبط كده، يعني انا ادعو الكل بصراحة ان نتابع بس التفنيدة. وبالمناسبة الانفوجراف اللي عامله المركز الاعلامي او التقرير اللي عامله المجلس الاعلامي ده، اللطافة اللي فيه انه في كل حاجة بمنتهى الشفافية، يعني الحلو واللي مش حلو هو كله موجود زي ما يتقال كده على عينك يا تاجر. ومش طالع بس من عندنا، ده طالع من عندنا ومن بلومبرج ومن فاينانشال تايمز وصندوق النقد الدولي، يعني اللي هو بقى ايه دولي. محدش يشكك في ارقام بالظبط، مفيهاش هزار. دي تابعونا تجدوا ما يسركم بالتوفيق. اشكركم جدا واستاذنكم نبدا فقراتنا.